الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح الترغيب والترهيب للإمام الحافظ المنذري من تحقيقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمهم الله. كتاب الحدود وغيرها. الترهيب من اللواط وأتيان البهيمة والمرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو أجنبية. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وعمل قوم لوط هو الله يعافينا وإياكم أتأتون الذكران من العالمين، هذا هو عمل قوم لوط، هو فعل الفاحشة وما يسمى باللواط، عافانا الله وإياكم. هذا أخوف ما أخاف، ويستطيع طالب العلم أن يجمع لنا مادة أيضا في ما صدر بقوله أخوف ما أخاف عليكم. النبي قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أو الشرك الخفي اللي هو الرياء، وقال أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط. وقال عليه الصلاة وأتم التسليم: وأخوف ما أخاف عليكم النساء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال: أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. تجمع فيها باب، والآن الحمد لله أن البحث الحديثي ميسر في هذا، لما تكتب أخوف ما أخاف عليك يطلع لك عدد كبير، تقدر تجمعها تنقعها تخرجها تعزوها إلى مظانها، تخرج عندك مادة جميلة، يعني الإنسان ينشرها لنفسه ولغيره فيستفيد من الأشياء التي خاف علينا فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. العهد وفيه يعني البيعة، فإذا نقضوا البيعة مع ولاتهم وخرجوا عليهم عافنا الله وإياكم يستحر فيهم ماذا؟ القتل، وأيضا العهود مع غيرهم. نعم. والله قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموتى. نعم. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. يا ستي. نعم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم تشيع الفاحشة فيهم حتى يجاهروا بها إلا أخذهم الله بالطاعون والأدواء التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه الموتى، يعني تظهر فيهم أمراض وطواعين عافانا الله وإياكم. نعم. نعم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر بنحوه، ولفظ ابن ماجه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، نعم، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. نعم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى قط يعني بها. فيما مضى. نعم. حتى يعلنوا بها. الله يعافينا وياك. ولذلك انتشار المعاصي والمجاهرة بها هذه من أسباب فناء الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نسأل الله الستر والسلامة والعافية. ومن ينظر ويتعظ بغيره يرى أقواما جاهروا بالمعاصي وأظهروها، فإذا بهم قد بادوا وانتهوا عافنا الله وإياكم. نعم. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يا سلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة: ملعون من عمل عمل قوم لوط. وهذا فيه دلالة أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه صدر باللعن. ولكن هل من فعل هذا الفعل يقال له لعنة الله عليك؟ لا،
لا يلعن المعين، لكن أقول لعنة الله على من يفعل فعل قوم لوط بالعموم وليس بالتخصيص، واحذر غيبة ونميمة ولعن معينة. نعم. ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. وهذا كان من سنته كما مر معنا في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلمة الثلاثة لتعقل عنه، أيضا فيها فائدة تكرر الموعظة إذا احتاج الواعظ إليها، وأيضا فيها أن الوعظ والتوجيه إذا كان لأمر عظيم فإنه يكرر لكي يحفظ. نعم. ملعون من ذبح لغير الله. نعم. ملعون من أتى شيئا من البهائم. نعم. ملعون من عق والديه. نعم. ملعون من غير حدود الأرض. أيوة، في رواية ملعون من غير منار الأرض، ولذلك من أخذ شبرا من الأرض من غير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. المسألة عظيمة، وأنا أذكر والله. نعم. ملعون من ادعى إلى غير مواليه. ممتاز. أيوة. ملعون من ادعى إلى غير مواليه. نعم. انتهى الحديث. أكمل. وعن أبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض. كنت أقول أذكر هذه المرأة التي كانت اتصلت في تفسير رؤيا تقول: دائما أرى زوجي أنه بعد موته، يعني تراه دائما أنه في القمامة بين القمائم والقذر والعذرة. فقيل لها: إن صدقت رؤياك فإن زوجك قد أصاب ذنبا عظيما. قالت: هو كان مؤذن لأكثر من 20 سنة محتسبا. فقيل لها: هكذا هي الرؤية، وانت ابحثي وتقصي، يعني انظري ماذا في الأمر. فقالت: لا أذكر شيئا. قيل لها: هذه الرؤية على كل حال، وإن كان خطأ في التفسير فالله يعفو، لكن هذا الذي يظهر لمن عبر. مرت بعد أيام واتصلت وقالت: نعم، ذكرت أنه قبل أن يموت بسنوات قد شهد لقوم على قوم بأن لهم هذا المتر أو الذراع من الأرض. عرفتم الآن؟ إن والله هذا الجزء هذا، شوف ما أصغره ذراع أو متر، إن هذا الفلان دون قوم فلان من أجل 1000 ريال. في ذاك الزمان كانت إيش؟ كأنها 100,000 الآن أو كذا. الكلام ده مبطي يعني قديم. قيل: هو هذا الذنب. قالت: وما الحل فيه؟ قيل: أن ترجعي نفس القاضي فتبرئ ذمة زوجك بشهادة الحق. وأنا أذكر كنت أستمع لبرنامج سؤال على الهاتف، واتصل هذا السائل وقال: كنت قبل 4 سنين شهدت زورا أن الجزء من الأرض هذا لفلان دون فلان، وشان وخدني المحكمة في بلدي وشهدت هذا، والآن إني تائب فماذا علي؟ قال: التوبة، طبعا معروف أركانها: الندم، الاعتراف، العزم على عدم العود، وإذا كانت من حق أحد تذهب وتستبرئ في حقوقهم. فقال: هذه أركان التوبة، بقي لك الركن واحد أخير، إنك تذهب عند نفس القاضي أو عند نفس المحكمة تتغير القاضي، إنك تشهد أن الشهادة التي قلتها قبل 4 سنين كانت شهادة زور، وأن الصواب أن الأرض هذه لفلان دون فلان. ولذلك دي مسائل يا إخواني عظيمة. لذلك أنا أقول لإخواني الفضلاء: لما تكون في كتابة عدل أو تكون في محكمة، يجي واحد يقول لك: تعال اشهد في إفراغ الصكة هذا، لا تشهد. الفزعة دي ما تنفع، وأنا أخذ فزعة في غير محلها. هل أنت فعلا تعرف أن ده المشتري وده البايع؟ تدري؟ ما تدري. أحد الناس فعلها جلس 1.5 سنة في السجن، لأنك تشف بعد ذلك أنه شهد على أرض مسروقة.
ايوه لا تكون في محكمه الاحوال الشخصيه، تعال افزع اشهد في الطلاق او في النكاح، ما لك صلاح ونقل. ستكتب شهادتهم ويسالون، تعرف هذا وتعرف الحادثه وتعرف اركان هذه الشهاده؟ ما تعرف، اشهد على اللي تعرف عليه ونقل. ولذلك كلما الانسان تعلم في هذه الدنيا كلما نور الله ايش؟ بصيرته، وعرف الحق. يلومونك كيف يلومك بكيفهم ونقل، جزاك الله خير. علمهم قول يا جماعه ما يجوز، انا لا اعرفك ولا تعرفني، وايش يدريني؟ والناس قد فسدت اماناتهم وفسدت اخلاقهم الا ما رحم الله، وايش يدريني انك تفعل الارض هذه انها ايش؟ انها لك. وايش يدريني انها نعم. لا لا ايوه، ايش معنى مزكي يا اخواني؟ يعني يا عم ابو حسن ان اعرفك تماما وتعرفني تماما، هذا المعنى المزكي والمزكى، والله يزكي من يشاء. لكن كيف اروح ازكي انسان انا يا اخواني ايش؟ انا ما اعرف الله يرضى عليك. عرفتم يا احبابي؟ هذه المقصود بها. نعم تفضل. ولعن الله من تمها اعمى عن السبيل. نعم. ولعن الله من سب والديه. الله يسترنا وياك. ولعن الله من تولى. وهذا يدخل فيه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يسب احدكم والديه. قالوا كيف يا رسول الله نسب والدينا؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فهذا يدخل فيه من سب سبا مباشرا أو من كان سببا في سب والديه ولو كان بطريقة غير مباشرة. نعم نعم. ولعن الله من تولى غير مواليه. ولعن الله. وهذه نقطة مهمة جدا تأتيني من كثير من الناس، يقول لك طلعنا مشهد، طلع مشهد من مكان وانضم للقبيلة الفلانية، هذا ملعون مطرود من رحمة الله عز وجل، فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ما يجوز هذا الفعل أبدا. انتبهوا لهذا يا إخوان الله يرضى عليكم. وكم من أناس ماشيين بمشاهد أن والله احنا تبع قبيلة الفلان، وليس منهم أبدا، عافانا الله وإياكم. شوف النبي، وهذا الحديث من دلائل النبوة، من يتأمله ويقف عليه، احنا بنحاول نفك عبارة ونمشي للوقت، لكن يتأمل هذا الحديث ترجعوه بعدين تتأملوا أكثر، من دلائل النبوة، كل ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام أنتم ترونه واقعا بين كثير من الناس، عافنا الله وإياكم. نعم. ولعن الله من وقع على بهيمة. نعم. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، قالها ثلاثا في عمل قوم لوط. من هنا قال بعض الناس: هل يقال فلان هذا لوطي أم عمل عمل قوم لوط؟ منهم من كره ذلك أنه ينسب إلى النبي، ومنهم من قال لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لو تقيد باللفظة النبوية كان أفضل. عمل عمل قوم لوط. نعم عافانا الله. نعم. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ايوه هذا الذي يحدث، وهو هذا التبني، احسن الله اليك. الان اللي بينسب لغير والديه هذا التبني، الله يعافينا واياكم. او ان يدخل ولد الزنا عليه وان يضيفه فين؟ في الحفيظ او في كرت العائله الى غير ذلك. نعم. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله. لكن هنا تبقى مساله، لو ان امراه قد زنت وهي متزوجه وولد الولد ولا أحد ما قالت، فتستر على نفسها ويضاف الولد إلى من؟ إلى أبيه، لأن النبي يقول الولد للفراش، يعني يضاف الولد إلى الزوج، إلا أن يلاعن الزوج، إلا أن يلاعن الزوج، إلا أن يقول هذا أنا أشك أنه إيش؟ أنه ابني. وضحت هذه المسألة؟ لما نتكلم على امرأة في عصمة رجل وحملت وأنجبت ولم تخبر، تابت ورجعت، ما هو الحل؟ قال الشيخ بن باز وقال أهل العلم: هنا بينسب عاد إن هو ولد الولد لإيش؟ للفرش، إلا أن يناعن، إلا أن إيش؟ إلا أن يلاعن، يعني يقول هذا ليس إيش؟ ليس ابني. أما إذا كانت في غير عصمة رجل فينسب الولد لها، بقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الله يعافينا وياكم. قالوا: ومن
فجر بامرأة ثم حملت فتزوجها قبل أن تلد أينسب له الولد؟ قالوا نعم. هذا اختار الشيخ بن جبريل رحمة الله عليه. نعم. فإن تزوجها بعد أن ولدت أينسب له الولد؟ قالوا لا، الولد للفراش. الله يعافينا وإياكم. نعم.